فأنت ماكش ملاحظة أنه عندنا أكثر من الشر. كل قيادات حركة النهضة وجبهة الخلاص اختفت من المشهد السياسي، لا طل لبك وغلا تماما الإعلامي وسياسي. كان السياسي من المشهد وقف جمله المشهد. أي لا لا المفشد الإعلامي فما واحد منهم أخرج. بلكش متوجهت لهمش الدعم. لا مش وحكيت هم يلوجوا عليه. أنا ما نستدعاكش نجيب شيء. ما قعدش يعملوا وقفة. عندهم برنامج. هني هذيك يرحموك خاطر دائما دائما وقت حركة النهضة وهذا التعليم جاتهم حتى الداخل والبرة. رفيق بوشلاكة يحكي في كل شيء ناقص يحكي على زقزقة العصافير ما عادش يحكي في الأوضاع في تونس. تبرأت منه حركة النهضة. حركه النهضه حتى راشد الغنوش يتبرأ من روحه راه وقت الصندي لا يا بيس تبرأت منه احرج يا اخي حركه النهضه شنية هي حركه النهضه جزء من نيبولوز اسلاميست معناتها هي جزء من الاخوان من تنظيم الاخوان العالمي معناتها تنظيم الاخوان هو من يدير الـ 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 الاشياء في البلدان اللي فيها وعلى الضوء اللي قالته امان اللي قاعد يصير بتقديري هي أنه بعد تعيين الأخ الأمين العام الجديد لحركة النهضة المكلف بالصمت العجمي الوريمي واللي يعني خذاها عم ضطع خاطر كان مرتين رافض التعيين معروف على العجمي الوريمي ما يتحكيش برشا أما توما من يوم ما تعيين من شهر أكتوبر توما خرج في حتى تصريح ما عطى حتى كلمة ايضا تم منع بالقاسم احسن رياض الشعيبي اللي كانوا يحكيوا عماد الحمامي سمير ديلو عماد الحمامي اما عماد الحمامي ما خذ خرج عماد الحمامي خذ مسافه من لا غادر جمدوا له عضويته في النهضه وما رجعش ويتكلم خارج اي هو مانيش ندخل قولي بالقاسم احسن رياض الشعيبي جو كومبرون مانيش ندخل في منزه يا عم النقطه الثانيه انه يبدو أنه السيد العجمي والوريمي بحكم أنه عنده ثقل تاريخ في حركة النهضة وإلى آخره كلف بالصمت وكلف أنه عاود جمع الشقف بعد الفضيحة اللي صارت في قضية المنذر اللونيسي وبعد أن تبين بالوضوح الصريح والتام تورط رفيق بوشلاكة وتورط شهرزاد عكاشة في الملف هذا نستناه مش قالت عندها كتاب باش تخرجه هي قالت عندها كتاب تحضر فيه مش انا ناقل كفرا ولا اسمه تسيبوها هاشتو خليت لكم لا 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 والله لا ليش بدناها نحن اما هي واضح الحكايه اللي عملتها هي ورفيق بوشلاكه واسامه شو اسمه بن سالم اسامه بن سالم ما نكره هي ما نكرتش راهي شهرزاد لا مش نكر هي هي كانت واضحه هي قالت لهم انا عمري ما كنت باش نخرج حتى شيء كيف انتم خرجتوا تسجيلات اي ها سيدي وما تكذبش وما تقولش راهم نعم اما هي كل فات بتسجيل السيد كل فات باستدراجه كل فات بتسجيل معليش خلينا نرجعوا للموضوع كم نكملوا الموضوع فيما يخص حركه النهضه هوني فما تساؤل صريح يطرح نفسه انه هذا يصطمت هل هو يعني ما يجري شأن شأن داخلي أم أن هنالك تحرك تعليمات من التنظيم العالمي تحديدا من الجهة المنح يعني القائدة سياسيا اللي هو التنظيم اللي موجود في قطر والداعم ماليا اللي هي منظومة رحمة المنظمة العالمية رحمة اللي هي عبارة عن بيت مال تنظيم العالمي للإخوان المسلمين وخاصة أنها تنشط في إفريقيا وبحسب معلوماتي فما برشا شكون ماشيين يخدموا غادي في إطار حضور منظوماتها غادي في إفريقيا وإعادة أمل حاج علي وزير التربية يقول تونس